سنقدم لهم كل ما في استطاعتنا من مساعدات. لن نسمح بفرض حصار يؤدي إلى تجويعهم وحرمانهم من أساسيات الحياة بالمخالفة ليس فقط لكل الشرائع الإنسانية ولكن أيضا لشرائع القانون الدولي. لن نشارك في هذا ولن نسمح بهذا. أعتقد أنه قد آن الأوان لأن نقوم نحن العرب وفي إطار هذه الجامعة بإعادة النظر في هذه الاستراتيجيات. هناك مبادرات سلام وهناك رباعيات وهناك مساع كثيرة وهناك لجان مكونة في أقاليم مختلفة من العالم للتعامل مع هذه العملية بدون أن يكون هناك سلام.